بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلاب الصف الثاني عشر لمادة تاريخ الأردن. ها نحن طلبتي نلتقي من جديد للحديث عن مادة من مواد الثانوية العامة وهي التوجيه، وهذه المادة هي من المواد المهمة للمعادلة في الثانوية العامة. طلبتي هذا الكتاب هو أعد من أجل التعريف بالإنجازات الحضارية في العصر الحديث وفي مقدمتها مسيرة الهاشميين وجهودهم في بناء الدولة الأردنية الحديثة وتطورها في المجالات كافة، والتي انطلقت من مبادئ الثورة العربية الكبرى في الحرية والاستقلال والحياة الفضلى وتعميق مفاهيم الولاء والانتماء وغرس قيم المواطنة الفاعلة وبناء الشخصية الأردنية المؤمنة بعروبة الأردن وقيادته الهاشمية. طلابي، هذه المادة تحتوي على عدة موضوعات. من أهم الموضوعات التي تحتوي على الأردن عبر العصور. وعندما نتحدث عن الأردن عبر العصور فإننا نبدأ من الأردن منذ العصور القديمة وحتى نهاية الدولة العثمانية، هذا في الوحدة الأولى. بعد ذلك ننتقل للحديث عن استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، ومن ثم ننتقل في الوحدة الثانية للحديث عن الإنجازات السياسية للملوك الهاشميين في الأردن. وهنا في هذه الوحدة والتي تحوز على علامات كثيرة وعدد من العلامات، هي نبدأ بإنجازات الملك عبد الله الأول، ومن ثم إنجازات الملك طلال، ومن ثم إنجازات الملك حسين، يليها إنجازات الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه. في هذه الإنجازات الأربع التي ذكرنا سيكون الحديث عن الملك، حياته، دراسته، مؤلفاته، ثم إنجازاته الداخلية والخارجية سواء على مستوى الوطن أو خارج الوطن. بعد ذلك طلبتي سننتقل للحديث عن الأردن والقضية الفلسطينية وما لهذه القضية من أهمية كبيرة سواء عند الهاشميين كعائلة أو كحكام أو كأردن كشعب، فهناك علاقة قوية تربط ما بين الأردن وفلسطين. في هذه الوحدة سيكون لنا حديث عن دور القوات المسلحة الأردنية والقضية الفلسطينية. أيضاً سيكون لنا حديث عن القدس والهاشميون وماذا قدموا، وهم قدموا الكثير وسيقدموا الأكثر. وأيضاً سيكون لنا حديث عن ما يسمى بالوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية في القدس، وهذه الوصاية سيكون لنا حديث عن أهميتها وعن الهدف المرجو من هذه الوصاية عندما أوصى أهل القدس للشريف الحسين بن علي وبعد ذلك وصلت إلى الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه. بعد ذلك طلبتي سيكون لنا لقاء وحديث مع رسالة عمان، وما أدراك ما لرسالة عمان من أهمية كبيرة في تغيير العديد من المفاهيم والاتجاهات. فرسالة عمان واضعها الملك عبد الله الثاني في شهر رمضان في ليلة القدر، كان الهدف منها أن تكون هناك رسالة كبيرة للعالم عن وسطية
واعتدال الإسلام، وقد تدخل وكتب ومحص بها الكثير من العلماء المسلمين. أيضاً سيكون لنا حديث عن التطرف وأنواعه وخطره على المجتمع. بعد ذلك طلبتي سنلتقي بالوحدة الخامسة، والتي ستكون معنونة بالسلطات الدستورية في الأردن، السلطة التنفيذية والسلطة النيابية والسلطة الحزبية وما للحياة الحزبية والنيابية. أيضاً سيكون لنا لقاء مع القوات المسلحة، مؤسساتنا العسكرية، من التطور التاريخي لها والتقسيمات، جهاز أمن عام، جهاز دفاع مدني، دائرة المخابرات العامة، قوات الدرك. سيكون لنا لقاء مع كل وحدة عسكرية على حدة، ماذا تقدم، ما واجباتها المنوطة بها، وما هو دورها. سيكون أيضاً لنا حديث عن الدور التنموي التي تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة. بعد ذلك سنلتقي طلبتي مع الحياة الاقتصادية، من زراعة وتجارة وسياحة، ومن ثم في الحياة الاجتماعية، وما فيها من تطور في الحياة الاجتماعية على الدولة الأردنية، وما فيها من النهضة التعليمية والطبية، وما فيها من النهضة الصحية. طلبتي هذا الكتاب جاء لتعميق مفاهيم الوسطية والاعتدال وترسيخها، ونبذ التعصب والتطرف، وترسيخ مبادئ العيش المشترك بين أفراد المجتمع الواحد، ما يسهم في تعزيز الوحدة الوطنية. وإذا لاحظنا طلبتي أثناء طرح الموضوعات، نجد بأن الكتاب اعتمد في طرح المحتوى المعرفي على التسلسل التاريخي للإنجازات الحضارية للدولة الأردنية، بعيداً طبعاً عن الإسهاب والتكرار في المعلومات، مع التركيز على المعلومة وأهميتها. هذا كله طلبتي سيكون اللقاء بحول الله عز وجل في هذه السنة. ولا ننسى طلبتي أن نذكر بأن هذا الكتاب أو هذا المنهاج سيكون عبارة عن امتحان تقدمه في نهاية شهر 6 إلى شهر 7 بوزارة التربية والتعليم، معتمداً بهذه العلامة على معادلتك لمادة أو شهادة الثانوية العامة. الامتحان سيكون عبارة عن ضع دائرة كاملة للفصل الأول والفصل الثاني، وهو عبارة عن 50 دائرة ب200 علامة. شاكراً لكم تلطفكم للاستماع، على أمل اللقاء بكم بحول الله قريباً. أستودعكم لله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم بحفظ الله.